بسم الله يا ابا الابن روح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين امين. في حلقه جديده من اسرتي ايقونه في الكنيسه بنكمل دراستنا الروحيه والتامليه في طقس هذا السر العظيم، سر الاكليل اللي على اساسه بتقوم الاسره المسيحيه. ونحب النهارده نتامل في اهم خطوه في سر الإكليل، وهي تقديس الأكاليل ووضعها على رؤوس العريس والعروس وتقديسهم، وهذه اللحظة اللي بيحل فيها الروح القدس ويربطهم هذا الرباط الأبدي ويوحدهم، ويصير الأسنان ليس أسنان بعد بل جسد واحد. الصلاة على الأكاليل بتبدأ بأن الأب الكاهن بياخد الأكاليل ويصلي عليها صلاة، وبعدين يضعها على رؤوسهم ويصلي أيضا صلاة التقديس. الأكاليل هنا بترمز إلى المجد والفرح والمكانة التي يأخذها كل طرف عند الآخر. احنا عارفين الأكاليل بيلبسوها الملوك، فكأن الكنيسة بتقول العريس والعروس انتم من أول هذه اللحظة كل واحد يبقى ملك على حياة التاني. تصير عروس العروس كأنها ملكة ويعاملها كملكة، والعروس تعامل زوجها كأنه ملك. وهنا إشارة إلى الكرامة، كل واحد بيعامل التاني بكرامة، باحترام، بثقة، بمحبة، باهتمام، بتوقير، بكل أنواع الاحترام والكرامة والمحبة الكاملة، لأنهم هيصيران واحدا. كأن كل واحد بيعامل نفسه وبيقدم نفسه وبيكرم نفسه عندما يكرم الآخر، عندما تكرم الآخر هي أيضا. الأكاليل واحد منهم بيبقى عليه، لو نلاحظ كده في الطقس الجميل، واحد عليهم صورة المسيح والتاني عليه صورة العذراء مريم. وهنا السيد المسيح والعذراء مريم هما الملك والملكة، الملكة التي من خلالها نلنا، من خلال تجسد ابن الله الكلمة في بطنها نلمس الخلاص. والملك هو المسيح، ملك الملوك الذي يملك على قلوبنا، وهو الملك الأبدي اللي يقودنا إلى الحياة الأبدية. فهنا هذا المعنى في منتهى الأهمية وفي منتهى الجمال أيضا، وعندما ندركه نفرح به جدا جدا جدا، ويعمل فينا أيضا بقوة الروح القدس. يبارك الأب الكاهن الأكاليل ويقول كده: يا الله القدوس الذي كلى القديسيه بأكاليل لا تذبل. إذن هذه الأكاليل رمز للأكليل الأبدي، وصالح السمائيين مع الأرضين ووحدهما. نحن في لحظة اتحاد ما بين الزوج والزوجة. أنت أيضا الآن يا سيدنا، صلاة مقدمة لله الآب، بارك هذه الأكاليل التي هيئناها لنضعها على عبديك لتكون لهما. إيه معناهم بقى في حياتهم؟ أكاليل مجد وكرامة زي ما تكلمنا، أكاليل بركة وخلاص، يساعدوا بعض على خلاص نفسهم والبحث عن بركة ربنا في حياتهم، أكاليل فرح ومسرة، يفرحوا مع بعض ويفرحوا ببعض ويفرحوا بثمار الله في حياتهم ويفرحوا بعمل الله في حياتهم ويفرحوا بإيمانهم ويفرحوا بوصية ربنا اللي بتساعدهم على حل المشاكل وعلى التكامل بينهم، أكاليل تهليل وبهجة، أكاليل فضيلة وعدل. حياتنا الزوجية لازم تقودنا لفضيلة أكثر، الزوجة تتعلم من زوجها فضائل والزوج يتعلم من زوجته فضائل، فتصير في الأسرة في نمو في الفضيلة. أكاليل حكمة وفهم قلب، نحن بعمل الروح القدس فينا نزداد في الحكمة ونفهم بعض أيضا. بعد كده يحطهم على رأس ويكمل الصلاة ويطلب من ربنا أنه هب لعبديك الذين يلبسونهم ملاك السلامة ورباط المحبة، انقذهما من كل فكر قبيح وشهوة، نجيهم من ثقل الخبث ومن المحنة الشيطانية، اطرح مخافتك في قلبهم، دبر حياتهم، اجعلهما يفرحان بنظر البنين والبنات، ائت بهم نافعين. كل هذه الصفات هي صفات الأسرة المقدسة المملوءة بعمل الروح القدس. ثم يعني يضع على رأسهم هذه الأكاليل، وابتدى الأب الكاهن يقدس العروسين، ومن خلال هذا التقديس يحل الروح القدس. والتقديس بيبقى باسم الآب والابن والروح القدس.
فيطلب لهم ويقول لهم كللهما بالمجد والكرامة أيها الآب أمين، باركهما أيها الابن الوحيد أمين، قدسهما أيها الروح القدس أمين. نحن نؤمن بعمل الثالوث القدوس في سر الزيجة، فنأخذ التكليل من الله الآب والبركة من الابن الوحيد الذي أخذ الجسد بتاعنا فتصير أجسادنا مقدسة، والروح القدس الذي يعمل في الأسرة يقدسهم ويعطيهم القلب الواحد والفكر الواحد والطهارة والنقاوة والفضيلة والبر والعدل والبعد عن كل نجاسة. هذا السر عظيم لأنه بيقدس باسم الآب والابن والروح القدس. هذا السر عظيم لأنه الله بيعمل في الأسرة، وهذا السر عظيم لأنه بيعطينا اتحاد كامل من خلال عمل الروح القدس فينا. هذه الأكاليل هي أهم خطوة في صلوات الإكليل، لأن بعدها على طول بيبقى الاثنين تحولوا إلى واحد، ونبدأ بعد كده الكنيسة تديهم نصايح روحية في صورة الوصايا اللي هندرسها بعد كده، وكده نبقى بنشعر في حياتنا الزوجية بأننا مكللين بعمل الله في قلوبنا، فنحافظ على الأكاليل هذه بالفكر وبالجسد وبالتقديس وبالعمل وبالأسلوب وبالمنهج وبالأهداف وبكل ما في حياتنا، نحفظ هذه الأكاليل المقدسة. ربنا يعطينا حياة مقدسة مكللة بعمل الروح القدس، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.